السلام عليكم ورحمة الله. خبر عاجل سيدتي سادتي، تم القبض على عبد العزيز بوتبليقة في مدينة صربيا وضواحيها، ولم يكن في سويسرا. إنهم يكذبون، عبد العزيز بوتبليقة على المباشر. شيخ سؤال ممكن سؤال عبد العزيز بوتبليقة، يعني الحالة تاعك كيف وصلتك الحالة تاعك إلى صربيا وتاكل في الكرواسون؟ خوك السعيد، خوك السعيد منافق، على بالي بلي خوك السعيد منافق، على بالي خوك السعيد دارها بيك ولي تاكل كرواسون في صربيا. تشوف موجي لنا مينوتا سامو بريزيدنت الجيريا استو تي بي، عبد العزيز بوتفليقة على الصورة هاوليك، ولا يكون في الكرواسون عبد العزيز بوتفليقة، ولم يكن في سويسرا، انه موجود في بلغراد. هذا حيمد لي السكنة. ها يا خاوتي، ها هاني معاه، ها انا بوتفليقة وحيعطيني السكنة. ها ها ايه سكنة، على خير بوتفليقة، على خير، على خير البلاد. ها ليك حمزة، هذا تاني زوجو بوتفليقة. تشاو، الله في روحك عمي. بريات.